كون دابا انا كاع ما نخدم، كون دابا عايش المعيشه اللي عايش. واش تخدمي؟ انا خدامه كندير افلام كقصيره وكندير فيديو كليبات. المهم كندير هادشي ديال بحال العراسات، المطالب ديالي هما الله ياخذ فيهم الحق. وبغيت انايا داكشي كامل ديالهم ما يرجع ليها بالديور، وبغي وكاينه الدار اخرى من تيزني حتى هي ربناوها من رزق ديال امي. المشكل اللي عندي هو عمام الوالده، ملي كانت صغيره مات ليها با لحوها للزنقه وما رحموهاش، لحوا ليها حوايجها وحرقهم. وحتى الناس ديال الدوار حتى واحد ما قال لي حشومه، ما قال لي لا راه بنت عمك، حتى واحد ما هضر. كيتشفوا وكيضحكوا وجامعين بحال كيجمعهم بحال عندنا شي موسم ولا شي عرس. وكيفاش حرقوا لها حوايجها؟ حرق ليها حوايجها. حوايجها لح الوالده للزنقه وحرق ليها حوايجها. ملي مات جدي هو يحرق ليها حوايجها ولا حال الزنقه. فين هي الوالده مسكينه؟ الوالده عندي دابا كاينه فقادر عند جداتي، وعندها الديور يعني 4 ديال الديور اللي عندنا، وعندنا الاراضي، وعندنا الشجر ديال ارغان، وعند وجدي كان لاباس عليه كان فرنسا فين كاين، والوراق وداكشي كان ما عطاو الوالده حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما عطى ليها، ما عطى ليها لا الوراق لا الحاله المدنيه. حتى الوالده ملي كانت بغات تزوج ما بغاش يخليها تزوج، ما عطاش ليها الحاله المدنيه. يعني نتوما تحرمتوا من الاملاك ديال الاركان والشجار والاراضي. وكانوا هادشي كلشي خديتيه انتيا. ما غاتش دابا الوالده ديالي عايشه كاميره. كاميره وانتيا ما غاديش تخدمي على راسك. انا اللي دابا اللي خدامه على والديا، وما كانش اللي يرحمنا وما كانش اللي يسول علينا. مسكينه يعني تحرمتي من الورد. تحرمنا من بزاف ديال الحوايج. الثروه. من بزاف ديال الحوايج. واشنو هما المطالب ديالك؟ تنشوف تنشوف قلبك عامر. انايا المطالب ديالي هما الله ياخذ فيهم الحق. وبغيت انايا داكشي كامل ديالهم ما يرجع ليها بالديور، وبغي وكاينه الدار اخرى من تيزني حتى هي ربناوها من رزق ديال امي باش بنوا ديك الدار. وانا بغيت داك الرزق ديال امي يرجع ليها، ما بين الدار وما بين الفلوس، ما بين الحاله المدنيه يعطيو ليها الوراق ديال با اللي كان ديال فرنسا، يعطيو ليها يعطيو ليها داك الشيء كامل. حيت حقروا عليها ملي كانت صغيره، ما كانش اللي يهضر عليها، حقروا عليها، ولكن راه ولدات اللي هضر عليها. يعني انت كبرتي بغيتي تهضري على حق امك. بغيت نهضر على حق امي، حيت مسكينه مشات للمحكمه ديال تيزنيت، ومشات ديال الرباط، وهذاك شاب الشهاده ديال الزور، وشهدوا على امي ديال الشهاده ديال الزور، حيت ما كانش اللي عقل على امي، ما كانش اللي سول عليها، وما كانش اللي يوقف في جنبها. في جنبها. دابا انت قلتي مع راسك اختي تقولي لو كان هذيك الثروه كامله خداتها الوالده كون دابا حنا. كون دابا انا كاع ما نخدم، كون دابا عايش المعيشه اللي عايش. باش تخدمي؟ انا خدامه كندير افلام كقصيره وكندير فيديو كليبات. المهم كندير هادشي ديال بحال العراسات. العراسات يعني باش تعاوني راسك. باش نعاون امي ونعاون راسي. اشنو هما المطالب ديالك؟ المطالب ديالي هما انا بغيت المغاربه يوقفوا معايا، وبغيت سيدنا محمد السادس يوقف، الله نصره والله، يوقف معايا حتى هو. وهاد الدوسي بغيتو يرجع يتحل باش انايا امي تاخذ حقها. باش تاخذ حقها. بغيت تاخذ حقها، وداك الشيء كامل اللي دات المده كامله يعوضوها. ما حاولتيش تواصلي مع العائله ديالك اللي هما داو لكم الثروه كامله؟ فين هما؟ ما عمرهم سولوا على امي. والو. الايامات ديال كورونا اللي كاع البيبان تسدوا، عمرهم سولوا على امي ولا قالوا لي راه غنصيفطوا لك باش تعاوني مع راسك، ما كاينش. والو. ما عمرهم. كان دابا هاد الايامات راه عندي الوالده مريضه، عمرهم سولوا على امي، هما عايشين في خيرها، اش بغاوها؟ اش غيديروا بها؟ يعني تعيش ولا تموت؟ راه كنبغى يلوحها في البير، راه خالي كنبغى يلوح ليا امي في البير. ملي كنتي انت صغيره؟ ملي كنت انا صغيره باقي عاقله على كل شيء. على قبل الثروه؟ على قبل الثروه. هادشي تيضرك في قلبك؟ دارني في قربي، حيت انايا بغيت انايا الحق يرجع لامي، بغيت حقها يرجع ليها. يعني انت تطالبي باش الحق ديالكم يرجع ليكم؟ بغيت الديور والفلوس وداك الشيء كامل ديال امي يرجع ليها، وبغيتهم يعوضوا على امي هادشي المده كامله اللي تعذبات في حياتها. حيت حنا ما عندنا لا دار لا والو، حنا ساكنين غير عند جداتي. دابا حاليا ساكنه عند جداتي. خليت امي عند جداتي تما فاقادير، حيت حنا ما ساكنينش، وانا جايه هنا لكازا خدامه على امي. ما درتيش شكايه؟
درنا الشكايه، ولكن هذاك جاب الشهاده ديال الزور وشهدوا على امي الشهاده ديال الزور، وامي ما كانش اللي يكون في جنبها باش يعاونها، ما كاينش. نتمنى لك اختي ان شاء الله الخير انت والوالده ديالك، وحنا بدوله الحق والقانون. الرساله الاخيره اختي، وكلت الله على ايدن صارن اللي كاين في افلا ونزي، وكلت عليكم الله الله ياخذ فيكم الحق كما دوزتوا الجحيم على امي، الله يجيب اللي يدوزوا عليكم. وكنتمنى من المغاربه يتعاونوا معايا ويكونوا معايا حتى نجيب حق امي، وكنطلب سيدنا محمد السادس حتى هو يوقف جنبي حتى نرجع حق امي.